اتكلم حضرتك، بقول لك احنا بنفكر خارج الصندوق. لان النهارده مثلا لما نيجي تاخدي القناه، انا مش هكلمك على البرنامج كله لانه في حاجات كتيره جدا، لا مش عايز اخد وقت سيادتك، ولكن البرنامج لا ملامح كده اتفضل. يعني لما بنتكلم قناه السويس، عندنا نظريه قناه السويس مختلفه تماما تحل حاجات كتيره في الفتره الجايه. هنستخدم العلاقه مع العاملين في الخارج، هم اكثر من 10 وحاجه مليون، ونتكلم معاهم على اساس يبقى في تمويل من الخارج منهم في الصندوق اللي هيخصهم، ويدفعوا الفلوس للمستثمرين المصريين اللي بتكلفنا النهارده 10 مليار جنيه فوائد سنويا. فهم يدفعوا لهم فلوسهم والاسهم ترجع تاني لهذا الصندوق، او المصري اللي هو عايز يستفيد ويبقى مساهم في الصندوق اهلا بيه. فاذا احنا بنحل مشكله التزامات 10 مليار على الاقل في السنه من الفوائد. نمره 2، عندنا استعداد هنقسم اجزاء في قناه السويس تبقى مناطق حره زي جبل علي وخلافه. وهذه الاراضي لا تباع، ومفيش حد بيشتري اراضي الدوله، ولكن يبقى في نظام ايجار ليها واستغلال، وتديتها جزء لهيئه قناه السويس وجزء للعاملين في الخارج لان هم اللي هيكونوا مستثمرين في الاساس. ده جزء من افكار الملامح العامه يعني. ولكن وفي حاجات ثانيه مثلا